الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا ليال أولا وحين نقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت أنا موضوع أقل أولا نفتي ذي نفتنا وحانكو بورينا يا إلهي سبحانه وتعالى عبسيه سئنين لازنه إن بدن بقى إلهي آتكي سينو بلن قادة يا الدنيا آخرة بين كل إباني نادي عبسيه اللي نجاه له لك عبسيه نوحى لقصه كوبا اتخاذ أوامر الله إلى وحونا عمري أين قادنا واجتناب نوعيه يوحي إلهي سبحانه وتعالى ونجره بي أين كديرانه نبي صلى الله عليه وسلم يسوي نقبر رجنا يوحو رنجري اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إلهنا صدي العبسية السي إلهنا صدي الطهر أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوى دنبي سوركيس دنبي العفاي أي إنه برا رجنجر إنه إنه معركتي إن عبسية إنه مركز إلهي إنه ويدسان لنا النمانة إن واحد وقتين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحينه أبورتي وأرلبا إنه كاني إنه كو عابدنا بنس القرآن بإلهي نوعدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس وحكرا وما عن عبورن إنه أني عابدان مياني إن عبادة السنة وحيالها إن أسر تقليس المركز تحوي أرلغة الإصلاح هذا يأمن هذا ماشين إلهي كعابدين إن إنه معركتي إن آدو وتحضرنا أمن يحيالها أرلغة فسهادينية إن سين عبادة سن أمن جرين عباداتك أما جماعاتك وكالات مساجد لغم أوغي عبادة ذي حد قفك خلال باك خلخل باك قلية إن سيادة رادة أمن بومهم إنه يهي مركز تا إنه يسكب رجلنه إنه أمنه كشقينه محايل الأمنه في الدنيا نعمة من نعم الكبرى التي من الله على عباده المؤمنين الصالحين فهو سبيل السعادة والرخاء. أمنه وأن معينك وأوين إلى هاي بحشائي كمتعي وأن أرمها لقوق عاره أدوني آخرة بالإبانة لقوق عاروي سيادة رادة بحيالها أمني حميني وقتلك يدلك يظلمي أرمها نبرك كيهين أي إن بدن معركة لين جرهبية حرم الله سبحانه وتعالى نفس المؤمن على صاحبها حرمها على غيره من البشر فلا يجوز الاعتداء عليها وقتلها أو إيذاؤها وجعل عقوبة من يقتلها النار في الآخرة تكريما وصيانة هذا النفس البشرية إلى يحرم قفك مؤمنك إن معركة نفس الديس إن حرم نفسه إن يسوي دله oo maareeyta aad ku sameeyo waa la diiday inuu cid kale to oo dilana ee mamnuuc diinteena maareeyta ee way diiday oo muslimnimada waxa ka tarjumaysa in qofka afkiisa ama amniga afkiisa yadinkiisa laga abmaaneeyo ee waxaan arimaha loo sameeynaa oo qofkii qof dilay loo leeyahay naar booraya waa takriiman wa siyaanatan li hada nafsi bashariya wa karaamayn iyo maamusid oo ilaahi oo maamusay nafsadan bashariya ee walaalayaal arlada waxyaalaha ku fasahaado amn xumadi iyo lambar bay ka tahay waxa kamida macaasida oo maaragtay la yimaado khamrada oo kaleeto iyo nooci qatligii hadda ka hadlayna iyo zinada arrimahaas waa arrimaha ay arladu ay ku fasahaado bini'aadamku macaasida ay galaana saddex arrimood baa asaas u ah tacalluqul qalbi bighayrillah in shirki lala yimaado oo qofku cid kaleeto aan ilaahay ahayn oo qalbigiisa uu ku xiro waxaa kamid ah الشهوة القوة الشهوانية وقفك أضعوه شهوة كبيرا وزينة دي أرمها أوليه ماذا وهيالا معاسدة أي كفر عنته أصل قوة وحاكم من القوة الغدبانية وظلمي قتلي ويزوج لي بنص القرآن هل أعيب إله كعبري والذين عباد الرحمن كمرك لا يهدوا إلى يحلوا والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثام صدح ذي أرهيمود با هل أعيب إله معركتي وكوكوبي إن أن لا إيمان إلا إله أهين العابد إن أن قتل يدل لا إيمان إن أن زنا يفحش لا إيمان وأنا حيالها أرلب في السهادية
oo barakaad ka maareeyay ka qaada waana dareemaysaa quraanka markuu hadlo umada saadiqa dhamaantood waxyaalaha ay sameeyeen waa maareeyay fa kullan akhadna bidhanbi waa dhunuubtii ay maareeyay ay galeen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qabtay sidaa daraaddeed baa dareemaysaa qur-aanku markuu ka hadlayo cidda ahlada fasahaadisa oo dilkay ku samaysa inay tahay cidda ugu horeyso musid ee qur-aanku uu ku tilmaamayo malaa'igta laftigooda markuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu yidhi inii jaacina fil ardi khaliifa arlada maamulaan u samaynaya nebi aadan baan abuuraya markuu ilaahay qaali wuxyaa tajcalu fiiha man yufsidu fiiha mid arlada fasahaadiya miyaa yasfiku dimaa u dhiigga daadiya oo arlada waxyaala ay ku fasahaado dhiigga ka mid ah بنص القرآن قصص إسوه الله إنه ورم كان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون كوان لتلمام يوساس وكل دلبي ربين إلى السميان وحي هاي مغالبة لشيء وكان في المدينة مغالبة حجب على رم جري ومغالبة هيثم يدق جري ما يصالح على الله صوت جري سي عبد الله بن عباس وشراحية نمن صغال باوحي كوشي نبي سيدي كدر الهايين مركز وحي إلى أن قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وعلى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن صادقون وحي إلى أن مغالبة أن كبحينا وذلك أن تصلنا إلى مغالبة كتقني كبعدينا تذكر هذين المغالبة أن نعسي آدمي مغالبة بورتنا قلينا مركز أن نبي قدرينا حيان بر قالوا تقاسموا بالله إلى أن يسكت داريون إلى أن كدار لنبيتن حيان بركنا صومرين عبدين وصاصة النبي كدرينا مركز سؤالين عبد الله بن عباس وحول لي هاي baa markaasaa ay nabi gurigiisa ku soo dhawaayeen markaasaa ilaahay u soo diray juhuuddiisa markaasaa meeshii mid kasta maaragtay ee lagu dilay oo meeshaas markaa mid kasta uu ku baqtay macnaha fasaadka buu qur-aanku ku tilmaamaya inay tahay waxyaalaha ugu horreeya dhiigga sidaa daraaddeed kelmadan caamka ah oo mawduuc ay ka horreysay baa waxaa nafteeda iyo naftiina walaal ku beerinaya inaynu maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala casiisa laasimno waxyaalaha aan nixmada keenayo khamraga uu ka mid yahay macaasida noocyada kala duwan ka mid tahay aan nafteeda iyo nafteenoo dhan iyo walaalaheenba aan uga digno islaaxa iyo amnigan aynu ka shaqayno intaa markaan kasoo laabto waxaa ogtay walaalayaal waxaa lagu jiraa bishii rabiil awal bisha tan waa bishii la dhalay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhashay 12 rabiil awal oo maaragtay caawa iyo ku beegan caalamka waxaa ka socda xaflad munaasabad lagu qabanay lagu weyneynayo dhalashada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa awalan inaan marka hore adilada ku saabsan aan ka hadlo arrinta tan xafladahan la sameynayo shareecadeenu maxay ka qabtaa walaalayaal arrintan aad bay culimmadu uga hadleen waxaa ka mid a xafidu suyuudi oo caalim weyn ah baa la weydiiyey waxaa la yidhi xafladahan la qabto dhalashada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaas shareecadeenu maxay ka qabtaa ma arrin ay maxmuud amiya mise arrin madmuum ah oo shareecadeenu arrin ammaantay mise arrin aysan ogolayn qofkii la yimaadeen ajar ma ka helaya wuxuu yidhi imaamku intuusan jawaabta bixi wal jawaabu cindii buyi jawaabta arrintaas masalada ku saabsan waxa weeye buyi xaafid suud waa caalim weyn wuxuu yidhi maxaa marka hore la samaynaya waxaa la samaynayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam baa lagu salinayaa siiradiisa laga sheekaynayaa maaragtay mucjizaadkiisa laga sheekaynayaa simaad iyo martiqaad iyo sadaqaad la baxayaa arrintaas wuxuu yidhi intuba shareecadeenu waa ogoshahay qofka la yimaadana ajar buu ka helaya waxaa ka mid ah rajiyaasha aimada la weydiiyey saax abushaama oo sheikhu mawowi ah wuxuu yidhi arrintan la sameynayo waxay ka mid tahay arrimaha waktiyatan maaragtay lagu soo diray oo arrimo ay ka nebiga lagu weyneynayo dhalashadiisa oo arrin ku daraysiinaysa qofkaasi mushcul maxamed in nebiga uu jecel yahay ama ciddii markaas samaysa ay yihiin kuwa nebigooda ku salinaya oo maaragtay xusaya oo siiradiisa ka sheekaynaya shareecadeena qofkii la yimaada ajar buu ka helayaa waa caalimkaas waxaa ka mid xaafid ibn xajar wuxuu yidhi saxiixayn bayba ku taallaaday arrintan adilo looga helaya maxaa yeelay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam magaalada madiina markuu soo galay wuxuu arkay yahuud oo soo maaragtay soo naxaad soo mantihiin baa la yidhi waxay yidhaahdeen waa markii nebi muuse ilaahay uu fircoon ka badbaadiyey oo fircoon la haliyey nebi muuse ba farxadaan ku faraxsanay baan soomannah markaas wuxuu yihi nebigu sala alla alay slam inaga ureysa nebi muuse maryama cashuurata nebigu inoo jideeyey oo markaas soonkiina ula yimi sidaa daraaddeed maaragtay jaadiin suyuudi baa ka mid ah in badan bay culimadu tilmaamayaan inay arrinta tan tahay acmaasha waxaa lagu miisaamaa waa niyadda muxuu qofkan ula jeedaa maxayna ula jeedaan dhalashada nebiga aan weyneynayno waa farxadaynu ku faraxsannahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay inay siiyey
وحكم إذا أرمها هدر كعلي علماء الأزهر جامعة الأزهر دوام بشي تدواد وحي قلت فيديو كونفرنسي أو أي مدى كم هندية هي أي مكان من الصومالية أي قوات ولبا نسيبنا جو حكم إذا هذا كغيب علي بالبو سعوني يي سؤال على الدكتور رضا جامعة الأزهر من هو يدي وحكم إذا أرمها يدسك سويدي لو يدي سويدي أنا ما دابا وصل أبو بكر بلو دكتور دكتور كم الدكتور جامعة الأزهر وعلى أبو بكر ما دابا وصلنا مع عمر وصلنا أصحابه يستمر حفلة الدماء عن قلاع ما حد يدري الله هي دكتور كل قد جواب آدي يا قفك مقلق عليسة وعيري أريمة أولا نهرت بالنس القرآن عفيرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي أريمة يا سمية إلهي سوى النبي وكما صلي ملائكتي سوى النبي إلهي سوى عمر اللي نمسي إن الله وملائكتي سوى عني يا إلهي صلى إلهي سوى عمر اللي نمسي ما دام خالد إن عبرتي النبي محمد سوى دورتي وجعل يستوى وسوى كسلي ملائكتي سوى كسلي إلهي عمر اللي نقصي ماشا تنع يتوحى الوقع وانا يصلي النبي يسير ولا ماشا كيني وأهرين آذي آذ شريعة وأمانتي أيو كدوا دكتور كم يا دكتور إن جامعة الأزهر الشريف في أولي بشي تضبعات وصنة كان بيهايد ولا ليال أرين تتاني وأرين أدلة له وأرين كتاب بدن لوقري سحابة دون النبي دون ويجالي أو بكر عمر نف يمال بين النبي دون أهورين وقتي دي حفلة اللي سمينا جهاد دا لقود جري نفت دي مال كودينا حد جيلا أبوه مركز تلمريي مركز يادر أدد نبي صحابة ويجالي مارت أبينا بوسلينا يسي أبينا حسان بن صابدة كميدا باكم يرجاش نبي قادي أمان جري وحكم ذا ليس قيامي للعزيز علي فرد وترك الفرد ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم ولا لي الوارهن آذي أدل له إن حفلها نوع عالم من أصدد الطعينة أي النبي صلى الله عليه وسلم أي كفر حينه وأي سيرده سكوشة كان إنه وأرين أي مدى قبي معرت أدل له هذا نسيره وحي الحسنة إنه هذا كتير ولا لي وأهداف تلي اللي هاي حفلة عن نوع عرق لنا وأين إنه كبر عرق سنة هاي هبرق كسير نسوني سكبر قلنا سيرة دي سير سكبر عرجنا مجازات كيس سكبر عرجنا وأهداف تلي اللي هاي وتعسوي إنه سام كتير من النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشيء إنه هذا سيره وحي رسي كمان وتلمامه إنه ربيع قاب كو قري دكتور محمد سعيد رمضان بودي سي كتاب كتفيق السيرة عظيم التحرى عنه رقابا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشيء مجالدا مكة وكل كواسين هاي مجالدا مدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشيء سوى عقونا أبي وحلا وفصدي يسوى أور كويس آمن كجرة لببلاد نبي هدول الشيء سوى عقونا وحكى فعلق هذي كويس آمني كويس عبد المطلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة عنك إنه ما كورشة إن ميغا الله صار وحلو دي إنه جسي حريمة السعادية قبل اللي يراده ودنك أبار بوها حدنا وحلو ببارين يا خير خلق الله قفكي إلهي أنت أورت وخير كبنا مركز إلهي سبحانه وتعالى حقية لقولي حريمة السعادية مد نقأة ومارت حولي دي عجليهين يدو هيسة والنبي وانا دعا شنت السنة مرة ايها وحاوي من ملايكته من الجبيل وكمي جي هاي ايها ملايكته الهي وتصرفه سيما ابن آي مسكا صوبيان مركز يسوى حريمة عيال كذا لا عيارية ايها ملايكته سوى ينادين ويلقدين مال شابانك وابن آي مكو صوصي ايها كهي قاتيان وكما يرمى زنزن بيكوها كبطين كبعدي ويبقين ويش ويعارن حريمة السعودية وشيغين ارنت بعضي ايه ويلكي من الملقدين إن حالي ما ويبقى ذا حيستعمى لوجودنا ويسوق حيث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحين أوكنتي هويس آمنة نبي مكاشن سنة جرا سنة كبعدي هويس آمنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أفسدي ويقريوتي وحا كفالة قاضي أوويس عبد المطلب إن هدو كفالة قاضي لبس سنة كبعدي إن اسمه بنتي مكان نبي بروح الجراسي دسنا وحارنتي سكوب يا شبطي وكفالة وريجا نبيها أبيركيس أبو طالب قاد بوجع لا ويلكي إيهي أيو ورنجري كبعد ما لنا ناها كميدا أيو كحيي نوحو لا هذي نسفر يسوي صعد حقا يا شام لا بصر مركي التغان بانين بحيرا لا ورنجري وراهيب أها كتابته ورنا إلي نبي كتابته ورا لغو إنجيريا لغو تلمامي أيو حارك علامات كو حاركي أبيركيس أبو طالب ويديي وحيرويل كان ماذا دلي وحير ها أنا دلي رو إيشيك بيري أبو ما أنا دليه حابي مبال نغير بانو هاي وحيرويل كان شأن يوسو ويهي هاي يهود هدو عرقتنا ويدي ليسا سيادة راضي مكا كعلي نبي جمكو كسو عشي أبيركيس أبو طالب
هدوم كوكوس عشانيبي وما دابا اغون ويهاي هويسنا عبيسنا هويس عبيس بعد 200 هويس 200 وحيسيري ابيركا عليس كحواك دول قاد وحب بلابي شقو المقالة من مكة أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سوى النبي تونجر داير أي رأي رأي القلم أري وراعي جر حوال أو قاعد جري سوى أهرين تاكل جرا جيجي جو حد بنين يعني جودا خليج من تخوين بن عستاء مركا كفار قريش نبي محمد صلى الله عليه وسلم آد بأوتش علي ووحي رنجرين محمد أمين ألد ألابت أولي بنجرين وحي عرقتي خديجة نقفك عرقتي إنو آمي هاي بيقنع سي أدرسان كده وحي عرقتي إنو آمي هاي مركاسي وحي سميسي قلعان ميسر اللي لا يوشقين جري نبي قوي يرتي وحي تباح الربعين عن قنع سي إيسو سميسيد نبي قلع مركا دا شاين لعطنك أيو كله وياه وعاد شاين إيه عديد وحنكو سيه هايو يري قلعان موشقين جري ميسر اللي أرام جري أيه كود دبي ويسراعين كبعد بعد جناسي وسوس سمي مركو صلاة عطي خديجة وحي فائدة فائدة اسم ولي جد فائدة ما يصير إنه حوار عرينا بدن مركي كيس كيس سعودي أنا كل قرحة ضرورة كعرينا يسوا رنتو وشيء ذي يعني عدا على دوسمين ذي وحي على بدن بوحمي خديجة مركها وقرب لمن بيسوا كلا تجان وحي مركا جعلي ستي إني نبي إسقور سبعان صلى الله عليه وسلم هذا هو قبرة وحشوانا يساعتوس ومبن دين كرده وحي سمي سقف عقل بدن بعيد وحي أتكتي قبرة يساحبيهين أولا يران نفيسة بنت منية بأوتك توعيت المحمد إن بعد ربعين أسكور سنة ولا على ونجع لها بور بان كره بعدين تأيوشك نفيسة بنت منية بعد صوتك تي روح يقول تمني محمد صلى الله عليه عرنت بيوشك تخديجة كدوان إيسا نبي مكة شنو لا تنسى نجرا يوم عفرت نجر ويا نبي روح الله تشري أذكر أبو طالب نوحي المحن كدي بينا وقبر قرح بذن رير في عن كبلة تي تقال هاي ستة أنقر سنة مركا خديجة وقون وحالا قبضوا عني أذير كيد عمر بن الأسد حفلة بها لقبتي حفلة بها سانة النبي خديجة رضي الله عنها لو قورية وحين أولا شيء لا أدوا بن إلا مركا لغرب إبراهيم أولاد النبي انت كالاتو خديجة أولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم المركب الجري دار سودان يشنت السنة وحقق قاتي بناء الكعبة ده كعبة ده اسمه هذا وحل إرادة كعبة ده إلا عشان جرب على بس ولو مركا أهرية خلاف الجري لكن سيد صدح صح ذا إلا أفر جرب على بس مركي كواد نبي إبراهيم بنص القرآن ونوع بينه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مركي لبعضنا نوحى على بسي نبي محمد قريش بعد سي ونوع يسكو خلافين قريشي حج الأسود كعدة سعريسة هذا نوع حل مشكلات كآد بيقاني سحيك مريسان أي أحل يقوين بها حج الأسود كبير بحل لي قال قستا ابن عوى قواتي عبا وقواتي نبي يعني مثلا قعنتيسة حج الأسود كو سعري مركز نوحى على إبادة كعبادة مركز لبعض لس وحى على إبادة مسد حد بير اسمه مبدي وعبد الله بن الزبير بعد سي ولو عبد الله بن عباس ولا تشري هذا أنا مركز مقام بقاطي نسدح التوان دراع بحق بوكر بيجي حق برر بلع عن إلا الليح كبعد حجاج بعبد من وروان المركز فراد نسدع قابكي لبني باب وفرد باب وحري مركز دنبنا حجاج بعبد الملك وامر كسيان لبسه إلا ذو أفر تاجر أيها لبس كعبادة نبي إلى مركز سوق قوقات مركز دابيس وكل وليد نبي قافر تنصنع يوحل جاليسيه إن أغار وحراء ومركز خلوكو سمية وماشاس معرت إلى كل أي معدة ماشاس وقلي كري وقافرت نصنع مركز يبوح سنتين واتن قرآن ككريم وكسو الدغي إغراء سوى مركز ورى النبي أرقق حي كبعد خديجة ويدجسي النبي صلى الله عليه وكو كل ما يبيت الرحيم كحالي لسا لباتنا دوق وحي دواتي سنبا مارتي كلاقة وقاعدتا ارمى بلان بيكو شاكتاي واتن ورقة بالنوفة اللي عاديسه واتن لو بشارين انو يهي نبيغا لسوقي يهي مركز سيردان عدان عدنا دابعو بيرتاي وقتبون وكوبين يهي اين تاس مارتي كتل ماما وحي راحن تاوان ايام معجزات كي نبي وليهمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزوين بوليهمي نبي كستانا معجزات وحي كتر جميسا ماركتي حو جميسا نبي مارت إنه يهين نبي لهاي صادري معجزين كوحى الله كلا قاعدة صدق قيود معجزة والمعجزة قولية سيدا قرآنك الكريم كقراته معجزة أنا ومعجزة المعركة فعلية سيدي بيه كسر برقبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قاميه معجزة أنا ومعجزة تركية سيدي نبي إبراهيم مركي لوريدي معركة دبكة ودبكي وكتب وسكدعي وصحيحي لي معجزين كل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوليمي
waxaa kamid ahaa ugu muhiimsan ugu weynaa oo qur-aankan kariimka ah. Si kasta haday yeeleen way la imaan waayeen, maaragtay xataa waxyaaba kamid aayad kamid a ama maa suurad way la imaan waayeen, waa mucjizo qawliya wey. Mucjizooyinka Nabi Maxamed ilayhi waxaa kamid ahaa maaragtay waxay ka dalbadeen in dayux laba kala noqdo, iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar wan yarow aayatan yucridu wayaquulu sixru mustamir, dayxii laguu kala noqday. Kabacdi waxay dhaheen ma aaminayna, dadka miyigaan weydiinaynaa, dadka miyiga weydiiyeen waxay maalinta way dhacday dayx laguu kala noqday. Kabacdi waxay dhaheen waa sixir. Aayad kasta markuu la yimaado mucjizo kasta waxay hadalkoodu ahaa waa sixir weeye ayay odhanayeen. Waxaa ka mid ahaa mucjizooyinkii Nabi Muxamed sallallahu calayhi walaalayaal, arrimaha aan ka leenahay waa in mar kasta ku baraarugsanay siirada iyo mucjizaadka si ay nabigeenna u jeclaano oo maaragtay habdhaqankiisana u yeelano. Waxaa ka mid ahaa mucjizooyinku nabigu la yimi maaragtay maalin maalmaha ka mid a khandaq, markii yoom khandaq ayuu guriga ayuu dalxa iyo guri Jaabir buu wuxuu ku sameynay, waxar yar baa lagu qalay, waxartii yartaad waxay daqday 80 qof. Waxaa ka mid ahaa mucjizooyinkii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam maaragtay gabar la yidhaahda ibnatu Bashiir bin Sacad, gabar uu dhalay baa waxay ula timi timir yaro ay gacanta ku wado bay nabiga u keentay sallallahu calayhi wasallam. Gacan timirti yaray buu nabigu wuxuu gaarsiiyey 900 oo ciidan ah, markaasay ka dhergeen oo fadalat minu fadla weliba qayba kasoo hadhay. Waa dareemika baa timir yaro gacan ku jiro haddana 900 oo ciidan ah ay ka dhergayaan. Waa mucjizooyinka Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Mucjizooyin badan ayuu nabigu le, waxaa ka mid ahaa biyihii kasoo burqaday gacmihiisa, wa afdalu lmiyaahi man qad nada yanihi maau zamzam alkawthar faniilu misra thuma baaqi lanhur, ayaga yidhaahda waana biyihii ugu fadli badnaa biyihii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam gacantiisa kasoo burqaday. Waxaa ka mid ah caynu tabuuka iyo biyihii xudaybiya ayaa biyo laga yaayay nabigu waa xaraaqa mawduuci weese yaroo kasoo hadhay ayuu caynu tabuuka iyo biyihii xudaybiya ku shubay, markaasaa biyihii kasoo burqadeen ilaa yowmina haadaana biyihii sidii bay maaragtay u soconayaan. Waa mucjizooyinka nabiga sallallahu calayhi wasallam uu la yimi. Waxaa ka mid ahaa waxyaalo badan buu ka warramay, guyuub qaybab ayuu ka warramay. Wuxuu ka warramay in cammaar ay taqtulu fiyat albaaqiya, wayna dhacday inay qole ay dili doonto sidii bay dhoqotay. Wuxuu ka warramay nabigu andara bimacna akhbara, wuxuu ka warramay cuhmaan bin cafaan in uu balaaya ku dhici doonto jannana laywaatii la dilay, jannana dee casharta mushriinta buu ku jiraa. Wuxuu ka warramay xasan bin cali inuu noqon doono sayidka heshiisiin doona laba daaifo oo muslimiinta kamid a waaweyn wa caamil jamaaca caamka la yidhaahdo, arrintaasina way dhacday. Wuxuu ka warramay nabigu sallallahu calayhi wasallam qaybku ka maray waxaa kamid ahaa Najaashi ayuu sheegay inuu geeriyooday watandisalaat janaaizada loo tukado, in qofka hore janaaiza qaybaha loo tukado sidii bayna maaragtay waqti waa geeriyooday buu yidhi. Maaragtay nabigu uu ka warramay sidaa daraaddeed waxyaalaha qayuubka ah uu ka warramay kamid. Waxaa ka mid ah Aswad Alcanasi buu nabigu wuxuu sheegay maalinkii la dilay iyo ninkii dilay, in Sanca lagu dilay, sidii bayna noqotay nabigaana sheegay ninkii Aswad Alcanasi in maaragtay la dilay, maaragtay nabigu saas usii sheegay. Wuxuu ka warramay saxaabadiisa qaybo kamid oo maal jihaad ku jira buu nin kamid wuxuu ki ninkaasi waa ahlunaar, saxaabadu way tabagashay waa nin gaalada aada laynaya, kabacdi dhaawaca soo gaaray, markaasuu isdilay, saasuu maaragtay ahlunaar ku noqday. Waxaa ka mid ah nabigu sallallahu mucjizooyinku ay mucjizooyinkiisa ka mid ah wuxuu ka warramay hadduu geeriyoodo ehelkiisa qofka kawaad oo soo haleeli doona inay noqon doonto Faatima bint Muxamed, sidii bayna noqotay 6 bilood bay ka dambeysay baa layidhahay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Waa mucjizooyinka uu nabigu sallallahu calayhi wasallam bay ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah inay saxaabadu leeyihiin waxaan maqli jirnay tasbiix cuntada oo tasbiixsanaysa marka loo keeno nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxaa ka mid ah tiirkii mucjizooyinka nabiga waxaa ka mid ah tiirkii uu ku khudbadan jiray in cumira lahu minbar, markii minbarka loo dhisay tiirkii baa cod ka yeeray eeyey nabigu gacantu mariyey uu soo dumay, maxaa yeelay raxmad miiran buu ahaa, kabacdiina wuu aamusay. Waxaa ka mid rati baa soo dacwooday oo ninkii haysan jiray buu kasoo dacwooday, gaajo iyo culays badan buu saaray. Kabacdi nabigu ratigii uyimi u dacwooday, saxaabadu waxay leeyihiin waan maqlaynay. Waa mucjizooyinka nabiga sallallahu calayhi. Waxaa ka mid ah mucjizooyinka nabiga Camaad bin Dufayn la yidhaahdo, Camir bin Dufayn iyo Arbad bin Qays oo niman gaangis oo feeryahana baa waxay nabigan dilayna. Markaas waxay sameeyeen Camaad bin Dufayrka markuu nabigu soo aado tiir baa ka hor imaanaya,
مرنا سعيب كيسا كور إمانة يا أربد كبعين هو عباري من ما ماشي بكبختي مثك كرانا ساعقة يبرق بها كل عضي ليه حكم المعجزين كمان إذا مرك دار مذو اللي غشري أو الواقر شيء إن الدله أو بقول إن الدياري كبعدينا وتم بوصاب حي إن أي سمارة إلهي وكحجابي أو تنعيات كسورة ياسين يو معرة وعكم إذا سورة سراقة مرك إنه سوء عرسي مرك يسري أو بكرة عين كبعد فرس كوتينا ولا بعد اللقاب بلك الله جري ومرك عقيل عفكو وكشبتي معجزين بدن بنبي سواء كم إذا سحابي سمت كم إذا إيش وكسر بعدي نبي نختار بها قعنت وسواق وسواق هذا الشيء ساس من أمري مركزي بوكسته وحكم إذا معجزين كم إذا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أيار من بقول بعد داف بأنها كذبعي إن قعنت وسأ أمري مركزي إمارة إن به نأيوها يعني نبي صلى الله عليه وسلم معجزين وحقوا رمي دلالك بذر سناديد ملاحظة قريش مثل كستميش وكل من دونه بوسك كل من أيه نبي كسي شيغي كبعدين سيدي وشيغي أيه مقطي ولا ليال إنين نبي جينا تحلعنه أو سيردي سبدينه ومعركة معجزين كيسا نقانه وسندي سقاذنه وعرمها أي معركة الدنيا آخرة أي نكل بانينه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نوحوا إن مرها بينه وحين لي من أين قاذنه وحين لي محمد صلى الله عليه وسلم إن مرها بينه أين معركتي أين حبقا كيس أين قضينه نبيه معركة ديقس بوها ولي وحن مودس إلا بسوا بحني نحريس بوها ولو كنت فضا قليب الغلب لفض من حولك وهو مساكين تأيو جعلا فقراء أيو جعلا نحريس عنيس أيوها إنين حبقا كيس أين قضينه ومعركتي عبادتي سأين قضينه سنديس أين قاذنه سلقيس أين بهل مرهدا كسل ذيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بعشرة إلهي تمنجير كون حريسانية نحريس تاس وحكو قريس حق عمرية وحكو قريس حق الرزقة وحكو قريس حق ملكستا ويعني نبي جعلانه وشقفك دو شقفك جعية شكتان كيسو بديا أي نبي حقاق كيس قاذنه واحد وقت ولا ليال وإن شاء الله تعالى كسو ختمية كلمة دايبة واحد وقت ما أنت إسلامكم مركي مارت سنبي النبي شرع عدم الإسلام كده كان كده أيه يراني إن ما أنت إن قالوا أي توس وبرارين إن سيدا الحين فرنسا كانت هذول الشيء إيوه إن نبي في القاديان إن ماركت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا لك شيئان في القاديان ومركي النبي إن أركان إن صحابي النبي جا دكتور برم بعين هذي وحير دل مع النبي عدد معاجسة رسول الله إذا يسيب ورنيا لم تعب كتر يابا مركو حاين أبو تشعلاين ودريم إذا قال كروح يا ودرها ويسكد النبي وهو كسكوس وبعيا مارت أيوس كهدي مرك النبي أبو تشعلاين وعلى مسلمين تاني دريم قاتان وقال هذا ما أنت معاجسة ودريم كم وجنه وحفل نبدأ دلشادة نبي محمد عين ويني إنه ودد كان قال هذا ما جيا النبي صلى الله عليه وسلم مارت دريم شعور مارت أي نغم وقته مارت دبن سنة ذي كؤذب ودينته ذي كل غمية أي نقنا لكن هذين اتباع سنة كتبنا وشعيرك محبية النبي كتبنا وحفلة دي سيدرنا حد قال لي مركب كل يغنيان إلي مارت وحي رعيان مركب إلي أرنتاس أي النبي صلى الله عليه وسلم مارت أي قولا وفعلا نعكست وحي تغير عن كل قرقاري كرنا أي النبي صحيح أبو دفاعي كده هذا بيكون دفاعي جيران وحسان بن مسعود قال له الرجاشة شعراء ومارك تي أدي دفاع جرايرة نبيجينا ولا لين الدفاعنا وين الموتشنا إن نبينا تعلنا هاي وبل شديسة يحسكيس أين ينينه يذا إنه كده وإنه خير ولو تقبل أمريكا بشو وحل جهور كينيا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم المارك تي إن المارك نبيجينا سلقيس بدينه ونبي بري سجوني مارك جمع أبوه أماني إن سلقيس أذ لا بديه إن نبي ندمت إنه وجد ساقطة إلى وفر ميسا عافيمات كينا وزيا إسا أمي كينا وزيا بيا كلمة باس بإن شاء الله تعالى ربينا مبعضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.